بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يقف بكل إمكاناته ويتحرك في كل المجالات. وأيضا يعني اليوم هذه القضية أثبتت هذا الموضوع. اليوم ما يجري في فلسطين في المنطقة وفي العالم وطوفان وحرائق. بما قامت به المقاومة في غزة كل فصائلها تشكيلاتها المقاومة إن شعبنا اليمني العزيز من طلب انتمائه الإيمان وهو يمن الإيمان والحكمة يقف بكل إمكاناته ويتحرك في كل المجالات. Times of India for news breaks, analysis, interviews and events. We bring you stories from your neighborhood and from across the globe as well. Subscribe to our YouTube channel. Hit the like button and press the bell icon so you don't miss any of our videos.